انا كنعتقد بانه هادشي اللي هاد الاكاديميه وهاد النوع من المناشط اللي كيتنظم على مستوى منتدى المواطنه اصبح تقليد، شيء مهم جدا. الان انا شاركت في دورات اخرى تقريبا منذ 4 أو 5 سنوات، يعني كون هاد الاكاديميه استمرت وهاد التقليد ديال التفاعل وديال النقاش مع الشباب كنعتبره بانه مهم جدا في اطار التكوين وفي اطار التنشئه، وخاصه طبيعه العينه الموجه لهذا التكوين، وخاصه انه في هذا الظرف يعني اللي هو ظرف انتخابي امتياز، واللي يعني هناك حاجه ماسه لهذا النوع من الحوار مع الشباب من اجل تحفيزهم، من اجل اقناعهم باهميه الممارسه الديمقراطيه، باهميه المشاركة الانتخابية، وبأهمية أن يكون لهم اختيار وأن يكون لهم رأي في تحديد من يقدرون ومن يعتبرون بأنه الأجدر لإيجاد حلول وللبحث عن حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي والتحديات المطروحة على المجتمع المغربي، وايضا على التحديات اللي مستجده واللي اصبحت عويصه واصبحت معمقه في ارتباط مع الظرف الاستثنائي اللي كنعيشوه. ولذلك كنعتبر بانه مثل هذه المبادرات يعني مهمه، وكنشكر المنتدى على انه اتاح لي الفرصه مره اخرى للتفاعل مع عينه اخرى ومع شباب من نوع يعني اخر. وكنعتبر بانه هذه الجلسه على الاقل اللي حضرت فيها واللي كان فيها التفاعل كانت جلسه غنيه وكانت جلسه مهمه، واكتشفت فيها واحد الشباب واعي والشباب مهتم والشباب على درايه بكل ما يحدث من حوله في الحقل السياسي وحتى في حقول يعني اجتماعيه اخرى. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.